والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وقرة عيننا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. أهلا وسهلا بكم إخواني الكرام في دورة مهارات الاتصال والاتصال الفعال. هذه الدورة بالغة في الأهمية، هذه الدورة تعطيك مفاهيم حول عملية الاتصال بين الأزواج، بين الأبناء، بين أفراد العمل، بين المنظمة بشكل عام. سنوضح من خلال هذه الدورة عدة مفاهيم، ستكون معنا وحدات متفرقة، وحدات تبين لك ما هي أهمية الاتصال. هناك اتصال فعال يعطي ترابط ويعطي قوة في المنظمة، وهناك اتصال غير فعال يعطي قدر ويعطي ضنك داخل الإنسان، يعطي سوء في عملية التواصل داخل المنظمة. فإذا أردنا النجاح سنذهب إلى الاتصال الفعال، وإذا أردنا الفشل ستلاحظ أن هناك اتصال غير فعال. ستكون معنا وحدة أولى بإذن الله بعنوان أركان الاتصال، سننتقل بعد ذلك إلى الوحدة الثانية وهي مفاهيم الاتصال ومفاهيم الأنماط الشخصية المختلفة. سأشرح لكم إخواني الكرام في الوحدة الأولى أركان الاتصال وما يمكن أن يتكون منه عملية الاتصال. ستكون معنا 5 أركان لعملية أركان الاتصال، وهي أن يكون هنالك مرسل للرسالة، وأن يكون هنالك مستقبل للرسالة، وهنالك رسالة وهي محتوى، بعد ذلك بيئة محيطة بهذه عملية الاتصال، وتكون هنالك تغذية راجع أو ردة فعل من الطرف المتلقي لهذه المعلومة. بعد أن تحدثنا وأعطيناكم مقدمة رائعة عن دورة الاتصال الفعال، دعونا نتحدث عن أهم المبادئ وأهم التعاريف في الاتصال، ألا وهو الاتصال الفعال. الاتصال الفعال هو الاتصال القادر على إيصال الرسالة بشكل سلس ومفهوم باستخدام جميع أركان الاتصال. إذا أردنا نتحدث عن أركان الاتصال، من أهم أركان الاتصال ألا وهو المرسل. من هو المرسل؟ المرسل هو مصدر الرسالة. بعد ذلك يأتي المستقبل، المستقبل هو متلقي الرسالة، وبالطبع المرسل سيرسل الرسالة ألا وهي المحتوى. في هذه الأركان الثلاثة يجب أن تتم في بيئة محددة ألا وهي بيئة الاتصال. بيئة الاتصال وهي ما نعني به محيط الاتصال. بعد نهاية هذه العملية أو في آخر مراحل هذه العملية، مرحلة التغذية الراجعة وتعتبر هي ردة فعل المستقبل لما أرسله المرسل. أخواني الأعزاء، بعد التعرف على المفاهيم والمبادئ الأساسية لأركان التواصل، نأتي هنا لإيضاح طريقة التواصل. التواصل يبدأ من مرسل لديه رغبة في إيصال رسالة معينة، هذه الرسالة تتأثر في البيئة المحيطة بها سواء من أفراد أو من بيئة العمل، تكون مزعجة أو يكون في أصوات مزعجة، أو تكون عن طريق اتصال إلكتروني يتأثر في إشارات الشبكة. بعد إيصال الرسالة يتم استقبالها المستقبل. المستقبل يبدأ تفسير الرسالة، يبدأ بفك شفرات الرسالة. تتأثر فك شفرات الرسالة في البيئة المحيطة، هل هو استقبل الرسالة بالشكل الواضح، هل استقبل جميع مفهوم أو مضمون الرسالة، هل فهم الرسالة بالشكل الصحيح. تبدأ التغذية الراجعة أو ردة الفعل للمرسل. من بعدها يبدأ الحوار والنقاش، هل المستقبل فهم الرسالة بالشكل الصحيح، هل استوعبها. بعد ذلك أثناء عمل التغذية الراجعة يتضح هل الاتصال كان فعال أو كان غير فعال، ما هو الأسباب اللي دعت الاتصال يكون غير فعال، هل هناك أي أثار جانبية للبيئة المحيطة، هل البيئة المحيطة ساعدت على إيصال الرسالة بالشكل الصحيح. بعد ذلك ننتقل إلى التمرين. طيب يا أخوة، التمرين حيكون لمدة 15 دقيقة، حيكون ثنائي وحيكون في القاعة. نبغى نطلع 2، نبغى 2، طلعوا لنا 2 ما شاء الله، واحد ثاني، ثالث. اللي حيسويه انه حيكون الاثنين، واحد مرسل واحد مستقبل. هذا المرسل حيكون معايا في البداية،
كل الأشخاص اللي حيكونوا في دور المرسل إيش حيسووا؟ حيكونوا معايا في البداية، هياخذوا ورقة، أقول لهم سووا الشغلة الفلانية بهذه الورقة. التعليمات اللي حيسووها مو هم اللي حيسووها، المستقبل هو اللي حيسويها. كيف حيسوي؟ أقول له تعال سوي الورقة هذه بالشكل التالي، بعد كده حيكون ظهرهم لبعض، والمرسل حيقول التعليمات للمستقبل. طيب تجي معاي؟ أنا مرسل ولا مستقبل؟ مرسل ومستقبل. لا بعيد عشان الكاميرا بس. طيب يعني نسيت إذنا كمان. طيب الآن اديت له التعليمات اللي حيسويه، حيدي الورقة للمستقبل. المستقبل أستاذ ممدوح. طيب حيكون ظهرهم لبعض، تمام؟ هو حيقول تعليمات للمستقبل، المستقبل ما حيقول له ليش كده، ما يقول له أي شيء للمرسل. وضحت؟ طيب نسوي تمرين الآن. حيكون ظهرهم لبعض. أدي الورقة. أنا بسأل. أيوه. أستاذ ممدوح أبغاك تسوي لي طيارة. قول التعليمات كاملة. لها جناحين، تطير 15 متر، يكون لها كنترول، عندك يد سوني تتحكم فيها. يكون لها جناحين من الفايبر جلاس. طيب يا اخوه احنا الان بس النموذج البسيط، هتسوي التمرين مع بعض نفس الكلام هذا اللي احنا سويناه قبل شويه، بس نشوف ايش اللي صار. هل صار نفس الشيء اللي طلبه المرسل؟ لا. ليش؟ لانه ما في اي تغذيه راجعه، وهذا اللي يصير عندنا في ايش؟ في حياتنا اليوميه. انا ممكن اطلب من الموظف اللي عندي اقول له سوي الشيء الفلاني، بس ما استقبل منه اي شيء. اقول لي ولدي، اقول لي زوجتي، اقول للناس اللي في المجتمع، بس ايش؟ ما استقبل منهم اي. ابغى اتوقع انه الكلام اللي انا قلته ايش؟ مفهوم 100%. ولذلك ايش؟ حنسوي التمرين بهذه الطريقه، كل اثنين مع بعض، التمرين لمده 15 دقيقه. بعد التمرين ان شاء الله نرجع مره ثانيه. طيب نشكركم. تسوي التمرين. سوينا التمرين. طيب يا شباب ماذا تعلمنا؟ أركان الاتصال. التغذية راجعة مهمة للوصول الاتصال في عام. جميل. أنه لما نجلس وراء بعض أحسن. مع ممارستك للتمرين بإذن الله سوف تفهم أكثر الرسالة والهدف من التمرين والهدف من التواصل، المهارات التواصل الفعال. فقط انتظر قليلا وسوف يعني يتحسن هذا المفهوم بالتطبيق. هاي شباب ماذا تعلمنا؟ طيب كده أركان الاتصال الفعال يجب أن تكون موجودة بدون مؤثرات خارجية، لأن أحيانا الرسالة تشوش على المستقبل أو المرسل، ما بتوصل يعني المرسل بيرسل رسالة لكن المستقبل ما بتوصل له بالشكل الصحيح. جميل. المشهد التدريبي هذا رائع في توصيل الفكرة. جميل. أهمية التغذية الراجعة بين المرسل والمستقبل. جميل. شكرا لكم يا زملاء المدربين، كان هذا عرضنا. حتى تقديم لكم.